السلام عليكم. اليوم أصدقائي سوف نتحدث على الإسناف بلس، يعني الهاتف قد توصلت به اليوم، يعني وأردت أن أفتح معكم هذه العلبة كما ترون في الصورة، علبة هاتف إسنين بلس، وماذا بداخلها، وما هي المواصفات التي أو الشكل الذي أتى به هاتف إسنين بلس. إذن أصدقائي سوف نبدأ بأول مرة، يعني سأقوم بفتح علبة الجالاكسي الإسناف بلس. كما نرى هذه العلبة أصدقائي، هذا منبرج، يعني كما ترون العلبة ملمسها هنا الإسناف، يعني ملمس رائع. هذا لم أعد أظن أنني أحتاج إليه. والآن سوف ننتقل هنا إلى رؤية العلبة كيف تأتي من الداخل. تأتي العلبة هكذا، هذا هو الأول، سوف نضعه هنا، ثم نعم هذا ضروري منه. بالنسبة للسعر أصدقائي، سوف تزيدون السعر في صندوق لوس، أو السعر حوالي 9500 درهم، ده هو سعر المنزل حاليا في السوق، نزل قبل البارحة، يعني نزل الجالاكسي إسنين. هذا يعني صراحة العلبة كما نرى تشبه علبة الإس 8. هذا ربما سوف نفتحه فيما بعد حتى نلقي نظرة على الإسنين. هنا الإسنين وهنا المميزات، كاميرتين وحجم الشاشة كما ترون معي، يعني وسماعات سبيكر سبيريو، يعني سماعتين للموسيقى وللفيديو، وكذلك هنا ديول، يعني هذه فتحت العدسة، يعني تدخل الإضاءة كما سوف أقوم بتجربة معكم هكذا كما صارون في عدسة الكاميرا. حينما أقوم هكذا رأيتم الكاميرا خفضت الإضاءة حتى أصبحنا نشاهد هذا الضوء، وحينما ننزل يعني تغلق فتحت العدسة هكذا ثم تفتحها على حجم الضوء الموجود. يعني وصراحة يعني اللون الذي يعجبني فقط، يعني توصلت به اليوم، وهذا اللون، هذا اللون أتى وحده، يعني هذا اللون أصلا أستعمله في السماعات الخاصة بي، يعني تماما هذا اللون هو الذي أصلا أنا يعجبني، يعني هذا اللون هو يشبه اللون الغوز أو الوردي، ولكنه منغمق يشبه هذه الوردة التي ترون هنا، هذه التي قمت بتصويرها لكم شيئا ما. يعني صراحة ملمسه رائع، وسوف أقوم يعني بتجارب خاصة بالقناة وحصرية فقط، يعني قناة أسد تيفي شرح، سأقوم لكم بتجارب حصرية وتجاربه، يعني صور خاصة بهذا الهاتف سوف تجدون على الانستغرام، وكذلك الفيديوهات الخاصة به. يعني كما نرى هذا هو الهاتف ومميزاته سوف نتحدث عليه، فقط اليوم نقوم بإنبوكسينج. يعني هذا هو الهاتف، يعني وهذه سوف نقوم بإزالة هذه كما ترون، نضعه هنا، وسوف أعرض لكم باقي المميزات. هذه أتركها، سوف نترك هنا الهاتف من بعد، ونرى ماذا هنا في العلبة. هذا رقم الهاتف، وهنا سوف نرى المميزات المتبقية. علبة صراحة خرافية. هنا نرى ماذا يأتي مع كيبل أوريجينال، يعني من طبيعة الحال تيبسي، الذين لا يعرفون التيبسي فهذا هو التيبسي، يعني المدخل الجديد الخاص بسامسونج وكذلك الهواوي وكل الهواتف الجديدة أصبح لديها كابل تيبسي، وكذلك سماعات أكارجي. فبالمناسبة السماعات فإنني أستعملهم من قبل كما ترون، وهذه سماعات أصليين أوريجينال، وهما أيضا معروضون هنا، وضعتهم فقط في الكادر الخاص بالتصوير. وكذلك نمر هنا إلى هذه الأشياء، هذه
الفلتر الخاص بالسماعات زائد اضافي. سنرجع هذه الاشياء الى مكانها. وهذا بالنسبه للكليو اس بي وتحميل الملفات، يعني هذا جميل قد تحتاجه. يعني هذا هما الاكسسوار. هذا يعني الشارجر كما ترون، فاص شارج اوريجينال اصبح بالاسود، يعني هذا هو اللون الذي اصبح ياتي مع الهاتف. نرى هنا تحت العلبه لا يوجد شيء، وهنا كذلك فقط سنعيد الامور كما كانت. يعني هذه هي الملحقات التي تاتينا مع الهاتف، الكيبل وهذه هاتين السماعه الاصليه. وسوف اقوم يعني حينما اقوم بتجربتها سوف اعطيكم طبعتي عن السماعه الاوريجينال، وكذلك الشارج كم من الوقت يستهلك كي يشحن الشارج. هذه تكون هكذا. ونرى ايضا ماذا في الداخل بداخل هذه. هذه يكون في اظن انه الكتيب والمسمار الخاص بالهاتف. سنرى احسن ما فعلت سامسونج، احسن ما فعلت سامسونج انها تضع لك كوفر خاص. يا سلام. هنا فيما بعد سوف اقوم باستعمال السكرين الخاصه بالهاتف على الواجهه. اذا مادام اتتنا هذه سوف ننزع هذه حتى اقوم فيما بعد بتجربتي معكم الهاتف ومميزاته، وسوف اعرضه لكم على القناه وسوف نرى كيف سوف تاتي هذه. يعني صراحه كوفر جميل، ولكن هنا ينقصني الزجاج للحمايه الخاصه بهذا. سوف ان شاء الله اقتني فيما بعد ان شاء الله، الان ليس متوفر حاليا ولكن سوف اقتني. وكذلك هنا كتيب الاستعمال خاص بالاستعمال. يعني اصدقائي انتظروا التجارب القادمه على هذا الهاتف، وسوف اعطيكم انطباعاتي الخاصه على هذا الهاتف وما المميزات الجديده التي اتت بها سامسونج. وكذلك سوف اقوم ببعض المقارنات مع الهواتف القويه مثل هذا الموجوده في السوق ان شاء الله. عالم. اذا هنا اصدقائي كما ترون هذا هو الهاتف، وهذا هو الشكل الذي اتت به سامسونج الاس 9 او الاس 9 بلس. كما نرى هذا اللون هو بالنسبه للافضل، افضل لون يعني لهذا العام لعام 2018، يعني هو لون جديد يعني جميل. كما ترون هنا الحواف المنحنيه، وكذلك الكاميرتين، يعني كاميرا التي فيها فتحة العدسة التي تفتح مثل بؤبؤ العين، تفتح وتنغلق على حسب قوة الإضاءة أو كثرة الإضاءة. إذا كما نرى هنا حواف ناحفة، وكذلك الزجاج يعني متغير الألوان، أو كما يقولون لها الزجاج المضغوط. وهنا نرى ان هنا اضافت سامسونج سماعتين، يعني سماعه في منطقه الاذن يعني سبيكر، حينما تستمع الى الموسيقى او الى مباراه او الى اي شيء تسمع قوه صوت جيده. وهنا حافظت سامسونج على المدخل الخاص بالسماعه، وكذلك هنا زر الصوت التحكم في حجم الصوت، وكذلك زر الباور، وهنا زر جديد اضافته سامسونج. صراحه انا لا اعرف لماذا يشتغل حتى أقوم بتجربته وأقول لكم لماذا يعمل هذا الزر الجديد هذا الذي ترون. ومن طبيعة الحال بصمة الأصبع، وكذلك الفلاش والكاميرتين. وهكذا نرى هذا الهاتف الجديد. بالنسبة للشاشة يعني حوالي ربما 85 أو 86% من حجم الهاتف، يعني حجم رائع. يعني هناك حواف صغير جدا حيث توجد الكاميرا ومستشعر الضوء، وكذلك ليد ينذرك بالرسائل وما إلى ذلك. وهناك كما ترون سوف ترون الشاشة يعني حجمها حينما يقوم الهاتف بعد تشغيل الهاتف. أما بالنسبة للسعر بالدولار فهو 950 دولار بالنسبة لسعر السوق المحلي هنا، فهو قد نزل قبل يومين أو ثلاثة أيام كما قلت لكم أصدقائي. وهذه هي المعلومات المتعلقة بالهاتف الاس 9. السلام عليكم أصدقائي، اليوم تحدثنا عن هاتف الاس 9 كما ترون.
فهو جيد وحجم المسك فهو رائع كما ترون أصدقائي. وإن شاء الله في حلقة أخرى سوف أتحدث لكم عن المميزات الخاصة بالهاتف والتطبيقات التي عليه، وكذلك الكاميرا مدى قوتها ومدى جودة الصورة فيها، وكذلك ما هو انطباعي على الهاتف على العموم. إخواني إذا أعجبتك الحلقة فيوميا فدائما نقوم بتجارب وكذلك استعراض أشياء جديدة وغريبة في هذه القناة، وتجارب خاصة التي أقوم بها على الهواتف. بالنسبة لي أقوم بتجارب يعني مختلفة، محتوى خاص بمختلف عن القنوات الأخرى. فقط اليوم قمنا بعمل لكم إنبوكسينج على الهاتف، يعني فتحنا ورأينا ما هي الأكسسوارات التي تأتي معه وما هي الأشياء. وأنا إن شاء الله ينتظرونا في حلقات قادمة كي نقوم بتجارب جميع ما يتعلق بالهاتف، وجميع التجارب التي أستطيع أن أقوم بها سوف أقوم بعرضها لكم في هذه القناة. وإلى حلقة أخرى إخواني، إلى السلام عليكم.